صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تضمنت هذه الآية الكريمة الإشارة إلى اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الرحمة، فإن من أسمائه الرحمة. والرحمة بمعناها العام تستبعد أبعاد متنوعة، هي مجمل ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله من عطاء، وكل عطاء عنده نابع من الرحمة. نبدأ في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله ونحن في رحاب رسول الله، ونرجو أن نكون دائما في رحابه، في رحابه الطاهرة. نمر بهذه السيرة الكريمة. أدوار حياة النبي صلى الله عليه وآله لعلها تعتبر ثلاثة أدوار رئيسية. دور الأول، ويبدأ من ولادته وينتهي ببعثته، والدور الثاني ويبدأ من بعثته وينتهي بهجرته، والدور الثالث ويبدأ من بعد الهجرة حتى لحوقه بالله عز وجل. أما الدور الأول فقد ولد صلى الله عليه وآله في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، ورواية أيضا عليها كثير من المسلمين في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وروايات أخرى أكو أيضا. وشفت بعض الباحثين يقول أنا ما أستغرب أن يكون هناك خلاف في ولادة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه الناس بعدهم مو عارفين من هو رسول الله، وبعد مو مالئ الساحة، يعني ما معاصري ولا معايشي، فلذلك وجود الاختلاف حول ولادته متصور، لكن الغير متصور وجود الاختلاف حول وفاته. والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله من بعد بعثته وقيام بأداء الرسالة وقيام بذيك الأدوار الضخمة، كيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك الحالة لا يعرف يوم وفاته؟ هذا يقول موضع العجب عند المسلمين، يختلفون في يوم وفاته. على العموم هي ظاهرة تكاد تكون طبيعية، يعني المسألة ما تخص النبي. إحنا إذا نرجع للتاريخ بصورة عامة نجد أحداث من هذا النوع مختلف فيها، هي ظاهرة طبيعية. خلينا نبدأ نشوف أن يوم الولادة عندما ولد صلى الله عليه وآله، هل كان أبوه حيا أم كان والده متوفى؟ جملة من الروايات تقول أنه كان متوفى، وبعض الروايات تقول لا كان حي، والنبي صلى الله عليه وآله عاش في كنف أبيه عبد الله تقريبا سنتين أو سنتين وثلاثة أشهر، معناه أن أباه كان حي وأمه كانت حية، وولادته صلى الله عليه وآله من هذين الأبوين الطاهرين أشارت لها الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه القراءة هي قراءة الرسول نفسه، النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ الآية هكذا، مو من أنفسكم وإنما من أنفسكم، وأيضا قراءة السيدة عائشة زوج النبي هذه، وقراءة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هذه القراءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم،
يعني من أطهركم ومن أحسنكم ومن أكرمكم حسبا. طيب، كرامة الحسب لا يمكن أن تجتمع مع الشرك أبدا، وهالمسألة بالواقع لعبت دور مهم في تاريخ المسلمين من ناحية الأخذ والرد. هل أن النبي صلى الله عليه وآله ولد من أبوين مشركين كما يذهب إليه البعض؟ والبعض يقول أنه مر على قبرهما وجلس على قبرهما وبكى. قالوا له: يا رسول الله، سمعناك تبكي. قال: سمعتهما يعذبان. والواقع المسألة جدا بعيدة، ما متصورة في ظل لطف الله عز وجل. والله لابد أن يختار لنبيه الوعاء الطاهر، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، احنا نلاحظ أن الله عز وجل يرحم بعض الأوعية التي تحمل شيئا من الفضل. أما هذا الرحمة للعالمين كافة، الوعاء اللي حمله الله عز وجل ما يليه التوفيق في أن يكون قريب منه أو أن يكون مسلما، بعيد جدا بعيد. رحم الله البوصيري يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، وبدا للوجود منك كريم من كريم، آباؤه كرماء نسب تحسب العلا بحلاها، قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد شؤدد وفخار، أنت منه اليتيمة العصماء. على العموم، ولد صلى الله عليه وآله من هذين الأبوين الطاهرين، وما كان لأبويه ما كان لباقي منهم في تلك الأزمان في عصور الجاهلية، يعني من علاقة تقوم على شفاح، وإنما من نكاح معترف به. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن ما كان من عقد بين أبويه هو عقد أقر من قبل الإسلام، لأن هذه النقطة أنا سبقا أشرت إليها. لما أجت الشريعة الإسلامية أقرت العقود السابقة التي كانت بالجاهلية، تبهلي العقد اللي كان بالجاهلية، بالرغم من أنه ما كان يقوم على أساس لفظي، بعض العقود ما كانت عقود لفظية، وإنما كانت عقود عملية. يعني تنبهلي، يعني مثلا من العقود اللي كانت أنه يؤتى بالمهر فيوضع بين يدي الزوجة، فإذا قبلته أقرت الزواج واعتبر الزواج نافذ. هلون من العقود اللي كانت قائمة بالجاهلية، لما أجى الإسلام أقرها، لأن عدم إقرارها يستوجب خلق بلبلة بالمجتمع لا حدود لها. فأقرها ما دام قائم على الرضا وقائم على العقد لا على الشفاح، يبقى اللفظ مجرد مبرز معرف. احنا شوية الإسلام عندما يعتني عندنا باللفظ في العقود، عقود الزواج، إنما يعنى بهذا الجانب باب الاحتياط في الفروج. وإلا في واقع الأمر العقود الأخرى إذا كانت قائمة على الرضا وكانت قائمة على المشروعية لا على الشفاع، أقرها الإسلام كما هي. على العموم، النبي صلى الله عليه وآله ولد من عقد، وما عرقت فيه سمات الجاهلية. شن خاطبهم إحنا بالزيارة؟ أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. طيب، بعد أن ولد، سواء كان أبوه حي أو كان متوفى، حتى مع حياته يعني ما عاصر فترة طويلة، سنتين، عاصر أمه أيضا 6 سنوات، فعاش يتيم. وهذا المعنى طرح، السؤال طرح على أهل البيت: لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه باليتم؟ ليش كون النبي عاش يتيم الأبوين؟ كأنه إحنا عندنا التلاؤم العاطفي، هذا نفسيا يعني موضوع يدرسه علماء النفس ويدرسه علماء الاجتماع أيضا، أن الولد إذا لم يكن عنده التلاؤم العاطفي الكافي قد يتعرض في حياته إلى نمط من السلوك المضطرب. ليش؟ لأنه ما ماخذ حصته من الحنان، ما ماخذ حصته من العطف. حجر الأم كأنه مو بس يعطيه لبن، لا،
يغذيه بالحنان ويغذيه عاطفيا بحيث يشعر الطفل بأنه أخذ حقه من العاطفة. فهل هذا المعنى إلى تأثير على حياة النبي صلى الله عليه يعني يألف لون من النقص؟ حاشا، إن الله عز وجل لا يبعث نبيا يتشم بالنقص، لابد وأن يعطيه حجر يعوضه، هذا المعنى سيمر علينا. زين، إذن الأم والأب عندما ذهبا والنبي في سن مبكرة يسأل الإمام لماذا ابتلي النبي بهذا؟ يقول الإمام ما أراد الله عز وجل أن يجعل على نبيه لأحد حق، كأنه لا تنسى أن الأبوين لهم أعظم الحقوق على الولد، أعظم الحقوق على الولد حق الأبوين. ولهذا نلاحظ الروايات تذهب بعيدا في تحديد هذه العلاقة، تقول أن قاطع أن الذي يعق أبويه لا يشم رائحة الجنة. زين، يعني هاللون من الشدة بالنسبة إلى حقوق الأبوين، حقوق الأبوين حقوق عظيمة، كأن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان يقوم بحق أبويه لكنه لئلا يكون لأحد عليه حق، يا الله عز وجل أخذ أبويه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كل الفضل وكل الحق على الناس كافة. وبالفعل حصل هذا المعنى، مات أبواه فعاش يتيم. وهنا عندنا ناحيتين لازم نلفت النظر إليهن. الناحية الأولى أن الله عوضه بحجر أفاض عليه الحنان والعطف والمودة ولم يترك عنده فراغ من هذه الناحية. يا حجر، هذا حجر فاطمة بنت أسد، نعم، والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، السابقة إلى الإسلام. هذا الحجر التقف حنى عليه، عطف عليه، رباه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسميها أمي، كان يعبر عنها بأمي، ولما توفيت نزل في قبرها، تمدد في قبرها، قال أردت أن يوسع الله عليها حفرتها، وأخذ رداء من أرديته كفنها به. قال إنها كانت أمي، كانت تترك أبنائها شعثا وتعنى بالنبي، تدخر الطعام للنبي ولرفاقه وتترك أولادها. ولهذا فجع رسول الله بوفاتها. هذا الحجر الذي عوضه، والحضن الذي عوضه حضن جده عبد المطلب، عاش مع جده عبد المطلب 8 سنوات. طيب، هاي ناحية. الناحية الثانية، يعني من بعد كفايته أو أخذ خصته من الجانب العاطفي، نلاحظ الجانب التربوي. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفتقر إلى الجانب التربوي عند هؤلاء أو لا؟ لا، قطعا لا. ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بتأديبه، ومن هنا كان رسول الله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. الشانمط التربية، ما أرد شوي أخذك بعيد في متاهة، أكو الفلاسفة عندهم هنا مجموعة من الآراء في غلغلة المفاهيم في نفس النبي صلى الله عليه وآله. يعني أن التربية هل كانت من نمط الإلهام، من نمط وضع الأشياء عند رسول الله تكوينيا؟ يولا التربية اللي تخضع في ضوابطها الاعتيادية. عندنا الآن حين نقول فلان تربى، يعني افرض دخل إلى صف أو جلس أمام مؤدب أدبه ببعض المفاهيم، لقن ببعض المفاهيم، هاي التربية بمعناها المفهوم. وأكو لا، التربية بمعنى الإلهام، يلهمه التشديد، يلهمه التوفيق، يلهمه التصرف الحسن. والنبي صلى الله عليه وآله أخذ كلا الطريقين، كلا الرافدين، الرافد الإلهامي والرافد التربوي. الرافد الإلهامي بما أودع الله عز وجل عنده من قابلية على السلوك المتزن، والرافد التربوي من القرآن. تتصور أكو كتاب تربية أعظم من القرآن الكريم؟ هذا الكتاب الذي لا يأمر إلا بكل صلاح، ولا يأمر إلا بكل ما يرفع الإنسان ويربيه التربية السليمة. القرآن الكريم بالدرجة الأولى تربية، كتاب تربية، يربي الإنسان بكل أبعاد التربية، يعني يأخذ أبعاد الروحية والجسدية ويربيه بها.
فالنبي صلى الله عليه وآله كان في غنى، ولكن مع ذلك حجر عبد المطلب كان الحجر المربى والمربي، وحجر فاطمة بنت أسد. نشأ النبي صلى الله عليه وآله ما بين هذين ترعرع. عاش مع جده 8 سنوات، ثم لما توفي عبد المطلب التقف الحجر حجر أبي طالب رضوان الله عليه. حجر أبي طالب ما بارح النبي ليل نهار، يعني بمجرد أن توفي عبد المطلب وأوكل الأمر إلى أبي طالب، أبو طالب عاد اتجه ذاك الوقت الاتجاه الكافي للعناية بالنبي، وما كان يعنى بأولاده صدقني، لأن عندما تدرس بعض الحالات يهزك العجب. يعني لما حوصر النبي في شعب أبي طالب، حاصروه قريش على أثر الدعوة، مرت سنين على حصار النبي، بس سنين كانت غاية بالشدة. يعني تصور ما يدرون بأي لحظة يهجمون عليهم يقطعونهم يربا يربا. تلك الجاهلية والبداوة والغلوة اللي كانت موجودة كان النبي يتوقعها لحظة بعد لحظة، لكن الوحيد اللي كان واقف منه للدفاع أبو طالب، مجند كل بني هاشم ومجند إلى جانب بني هاشم أولاده. المؤرخين يقولون ما كان يذوق من الليل شيئا من النوم. أول الليل يحط ابن طالب يحرس النبي، وإذا قام النبي عن فراشه ينام بمكانه حتى يوهم قريش بأن النبي نائم هاهنا، حتى لو جاءه سهم السهم يقع وين؟ فيه، في طالب، لكن في النبي. ساعتين ثم يغير مكانه يجيب بداله جعفر، ساعتين ثم يغير مكانه يجيب عقيل، بعدين يجيب علي بن أبي طالب ينام مكانه، ويظل إلى الصباح لا يذوق النوم أبدا. فأنت لا تستغرب لما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا وضعت في أفضل البيوت اختار الله لي، لأن يقول الله عز وجل اختار من ولد إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم. فهو بالبيت المخير الذي التف حوله. هسه قد يقول لي قائل أنه البيت مو كل التف حوله، عم أبو لهب كان إذا طلع النبي يدعو إلى الله عم أبو لهب يحمل الحجارة ويمشي من وراءه، يقول ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه. الحق هذا مثل أرادت السماء أن تضربه، أن تبين أن الناس معادن، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وإلا الأجواء اللي عاش بها أبو طالب عاش بها أبو لهب، ليش أبو لهب يتجه هذا الاتجاه؟ كأن الآية تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وآله إنك لا تهدي من أحباب، ترى ما ينافي أن يكون عمك أو غير عمك، المسألة السماء لها تخطيطها، أنت ما تتدخل بتخطيط السماء. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله ترعرع في حجر جده عبد المطلب، ثم انتقل إلى حجر أبي طالب، وكان أبو طالب لا يفارقه ليل نهار. لما أراد أن يسافر على عادته سفرته التجارية أبقى النبي صلى الله عليه وآله وودعه وقال له أنا أريد أن أذهب. لمح على النبي شيء من التأثر، قال له ما بك يا بني؟ قال له يا عم إلى من تتركني؟ أنا ما عندي لا عندي أب بعد ولا عندي كافل، تخليني هنا بمكة، خذني معك. قال له على الرحب والسعة أنت الحبيب إلى النفس. أمسكه وأخذه معه. هي هاي سفرته اللي التقى بها بحيرة الراهب. لما وصل إلى بصرة من أرض الشام، بحيرة لاحظ النبي تظلله غمامة، طبعا قبل بعثته، شاف الغمامة تظلله، استدعى أبا طالب، قال له أنا عندي بعد 3 أيام وليمة إلك ولكل تجار قريش، دول اللي جايين وياك أنا سأصنع لهم وليمة وأريد تدعوهم إلى الطعام. وما كان بحيرة من عادته هذا، لأن دائما هم طريقهم على هذا ويمرون على بحيرة الراهب، كان قد يستقبلهم أو يجاملهم، أما أن يصنع لهم طعام ويستقبلهم في داخل الدير هاي ظاهرة ما كانت موجودة عنده. لما وصلوا ووضع الطعام لهم قالهم أنتم مو كلكم حضرتوا،
بعضكم ما موجود، أكو واحد ما موجود وياكم. قالوا له عندنا صبي، قلهم جيبوا لي. فأقبل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله، أخذ بيده وأتى، قال له افردني معه من يخلصون من الطعام ويطلعون، خليك أنت وهو إلى جانبي. وفعلا لما خرجوا استدعى أبا طالب سأله، قال له من يكون منك هذا؟ قال هذا ولدي. قال لا، ليس بابنك، وما ينبغي أن يكون أبوه حيا، هذا لازم أبوه متوفى. قال له كيف؟ قال له بلى، أنا صفات اللي عندي هكذا، صفات النبي الذي يبعث في آخر الزمان، أبوه متوفى نعم وليس بحي، ونفس الصفات تنطبق عليه. ثم أجلس النبي أخذ يسأله عن نومه، عن يقظته، عما رأى، إلى أن استقصى، أخذ بيد أبي طالب، قال احتفظ به واحتفظ به من اليهود لئلا يغتالوا. قال ترى راح يكون هدف للاغتيال من قبل اليهود، لأن اليهود الآن يتصورون أن شريعتهم هي الشريعة السائدة، ووجود شريعة تزاحم شريعتهم، ومو بس تزاحمها مثلا من الناحية العقائدية، لا، راح تزاحمها من الناحية الاجتماعية، يعني تهدد مصالحهم. عليه احتفظ به لئلا يغتاله اليهود. قال بلى، فأخذ بيده، كانت بشارة بحيرة الراهب له، ورجع وهذه البشارة تلن في أذنه، وإن كان إرهاصات النبي كانت سابقة، يعني ما يحتاج إلى أن يبشر به بحيرة. النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد أدرك أن السماء ستختاره لهذا الموقف، يعني كان على علم بما ينتظره، ولذلك كان يطلع لوين، يأخذ بيد علي بن أبي طالب ويأتي إلى غار حراء يعبد الله على ملة إبراهيم الخليل، يتعبدان هناك في غار حراء. زين، بلغ من العمر في هذا الدور 25 سنة، وكان زواجه بخديجة رضوان الله عليها، سلام الله عليها، خديجة بنت خويلد تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نسائه إليه وأحظاهم عنده، كان إذا ذكرها يهتز من قرن إلى قدم، حتى يوم وحدة من نسائه قالت له لماذا كل هذا، كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين وأبدلك الله بخير منها، لماذا؟ قالها لا، ما أبدلني الله بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواشتني بأموالها إذ حرمني شائر الناس أموالهم، ورزقني الله منها ولدا ولم أرزق من غيرها. فقالها ما أكو عندي واحدة تضاهيها في مكانتها. قالها إن جبرائيل هبط علي وأمرني أن أبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأمرني أن أسلم عليها من قبل السماء. فكانت تحتل مكانة عند النبي، مكانة خديجة لا حدود لها في نفسه. فعندما تزوج هي لها من العمر آنذاك 40 عام، والنبي كان عمره 25 عام، كان عمرها آنذاك 40 عام، وعمر النبي صلى الله عليه وآله 25 سنة. وتزوج، وكانت أهنأ أيامها الأيام التي قضاها إلى جانب خديجة، لأن خديجة ملأت عليه أبعاده، تبقي هناك ترعرع في ظل عمه أبي طالب إلى فترة طويلة، إلى أن هبط عليه جبرائيل يحمل رسالة السماء، يكون ختام هالدور ببعثة النبي، بعث وله من العمر 40 سنة، هذا هو الأشد، هذا الأشد. ومن هنا أكو فرية يجب أن ننبهك إلى هاي الفرية اللي دائما تدور على الألسنة، بأنكم أنتم تذهبون إلى أن جبرائيل هبط على علي بن أبي طالب وخان وذهب إلى محمد، الأسطورة هاي اللي يتمسك بها البعض ويبني عليها مثل ما يبني عليها أهرام، الواقع هي أتفه من أن يرد عليها. بس أحب ألفت نظرهم أن النبي لا يبعث إلا إذا كان بسن الأشد، سن الأشد هو عبارة
عن 40 أو 33، تتردد آراء الفقهاء بين 33 إلى 40. فما يبعث النبي إلا إذا كان بها الشن. والإمام علي عندما هبط جبرائيل على النبي كان عمره 7 سنين، ما معقول أن يكون نعم يبعث نبي وهو بهذا العمر. قد يقول قائل أن القرآن الكريم يقول وآتيناه الحكم صبيا بالنسبة إلى يحيى، لا آتيناه يعني مقدمات النبوة مو النبوة، وإلا النبوة حمل أعباء النبوة لا يتم إلا بعد بلوغ الأشد، وهي مسألة إجماعية عند المسلمين أن النبي ما يبعث إلا بعد بلوغ الأشد. المهم هبط عليه جبرائيل يحمل أول آية أول سورة من السماء، وين هو؟ في غار حراء، والذي إلى جانبه آنذاك علي بن أبي طالب كان يتعبدان معا على ملة إبراهيم، وهبط عليه جبرائيل يحمل قوله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول سورة نزلت على النبي هذه السورة. زين، هذا الدور شو يعتبر؟ الدور الثاني من حياة النبي. طيب لمن تفرغ النبي؟ شنو كانت ممارساته؟ الدور الأول احنا عرفنا أن النبي قام بالإرهاصات التي تسبق البعثة، وقام بدور عمل ودور كسب ودور تجاري مع عم أبي طالب وأدوار الاعتيادية كإنسان اعتيادي لم يتحمل الرسالة. الدور الثاني ماذا صنع؟ تفرغ النبي لبناء العقيدة في نفس الفرد حتى يؤهله للبناء الاجتماعي. نبه، كأنه إحنا ما نقدر نخلي نجيب الفرد ندخل إلى مجتمع راقي ما لم يكن هو مؤهل تأهيل كافي. يعني أرجوك أنا الآن لما أريد لواحد أدخل إلى تربية الناس في صف لازم يكون ماخذ مرحلة دراسية كافية ومؤهل وعنده تدريب وعنده خبرة علمية. الله عز وجل أراد أن يؤهل ذلك المجتمع اللي كان يغلب عليه طابع البداوة، يأهل إلى مجتمع حضاري إلى مجتمع دولة، لابد وأن يهيئه مبدئيا من ناحية العقيدة يربيه. في هذا الدور تفرغ النبي إلى بناء الفرد عقائديا. منين يبدأ؟ أول ما بدأ بالتوحيد في داخل الفرد حتى لا ينشطر الفرد. شلون يعني بالتوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله تبارك وتعالى واحد لا يتعدد. شنو الهدف من هذا؟ قطعا إذا الفرد آمن بأن الله واحد يعني طرد عن نفسه العبوديات الأخرى. الناس كانوا أغلبهم عندهم عبوديات متعددة يعني يعبد الله لكن يعبد إلى جانب الصنم ويقول الصنم راح يقربني إلى الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبد الملائكة على أساس أن الملائكة بنات الله، يعبد بعض الظواهر الطبيعية. تلقى أكو تمزق في داخل الفرد، يعني ما عنده وحدانية، لأن إذا ما عنده وحدانية يتمزق، وهذا ينطبق أيضا على ينطبق على البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي إذا تعددت به الزعامة يتمزق المجتمع، أما إذا توحدت الزعامة ما من شك أن المجتمع يتماسك. فأول ما انطلق النبي من هنا انطلق من توحيد الله عز وجل في نفوس هؤلاء. زين شلون يقدر يجسد هالتوحيد؟ أولا اجى إلى مظاهر التعدد وهي الأصنام، عمد إليها فحطمها بأجمعها. وإحنا نعرف الأصنام اللي كانت على ظهر الكعبة، أمر النبي عليا بأن يرتقي على كتفه وأن يتناول الأصنام يحطمها واحدا واحدا. زين الأصنام المادية حطمها، النصب قضى عليها، الأوثان قضى عليها، يعني حتى حجارة كانوا يعبدون. نبه، مو صنم بس منحوت من خشب، لا، حجارة إذا ما عنده صنم يضع حجارة نصب ويتوجه إليه. أحيانا يعبد بعض المظاهر الطبيعية. إجا النبي طرد هذا التمزق كله، طرد وغرس بالنفوس عبودية الإله الواحد
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فطرد ما في نفوسهم من شعور بتعدد الآلهة. بعدين من بعد التوحيد عمد إلى التوحيد الاجتماعي. هذول انطلق منا وإجا لهم قال لهم تعالوا. هذول كان عندهم تمزق عجيب غريب، يعني أنت تلاحظ البيت الواحد متمزق إلى أجزاء، متجزئ إلى أجزاء، القبيلة الواحدة متجزئة ومنحازة عن القبيلة الأخرى. ولذلك تلقى دائما العراك، الحراب، سفك الدماء، لأن كل واحد يرى أن قبيلته أفضل من قبيلة غيره، أن إحنا ولا غيرنا، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. هاللون من العنفوان اللي يصورون بي أنهم هم المتميزون وغيرهم متخلف وراءهم. بدأ النبي يشتل هذه الإحن، هذه البغضاء. قلهم أنتوا بطلوا هاللون من الشعور، أنتوا تنتمون إلى مصدر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلكم لآدم وآدم من تراب. قلهم إلغوا هالعنعنات، ما أكو عندنا دم مميز، ما عندنا دم أزرق ودم أحمر، ولا عندنا واحد مخلوق من معدن يتميز عن المعدن الآخر، كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. إذن حاول أن يجسد معنى التوحد من العقيدة انطلاقا إلى التجسيد الاجتماعي. إلغوا الفوارق وقالهم ليكون واحد من عندكم يقعد يتصور بأن لأمر طارئ هو أفضل من غيره. ومسألة ما كانت سهلة، ترى كانت صعبة جدا. يعني تأمل، كانوا إذا واحد تزوج لامرأة من جنسية أخرى جاي بيها شبية، معنى ذلك أن هذا هجين لا قيمة له. ويقولون النظرية ما تغيرت إلا بعد أن ولد فقهاء المدينة من أمهات إن عبارة عن إماء، يعني مثل الإمام زين العابدين، مثل سعيد بن المسيب، مثل الخاشم بن محمد بن أبي بكر، أمثالهم مجموعة ممن ولدوا من إماء. الذين ولدوا دول غيروا النظرية أنه الأمة ما تقعد بولدها عن نيل المعالي. وأنا أتخطر من القضايا المحتدمة اللي دارت بين زيد بن علي رضوان الله عليه وبين هشام بن عبد الملك. يقول له أنت الذي تناجعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له أيهما أهم، النبوة أم الخلافة؟ قال النبوة. قال له إن الله بعث نبيا وأمه أمة وهو إسماعيل، أمه هاجر. فبدأ النبي يشتلها التفرقة، جمع الناس تحت لواء لا إله إلا الله. حتى الاختلاف بالعقيدة، قلهم لو اختلفتم عقائديا ما ينبغي تختلفون أدبيا. يعني أنا عندما أخالف واحد بعقيدة أخالفه في نطاق العلم، ما أجي لي أحولها إلى مهاترة. أنا أذهب إلى نظرية وهو يذهب إلى نظرية، كلانا نمتح من قليب واحد، نأخذ من مصدر واحد، من كتاب واحد. فينبغي أن يحملنا هذا على تبني أسلوب العلم واحترام المشاعر، وألا ينتهي بنا إلى التمزق. لأن النبي حمل لواء التوحيد، وحد الكلمة وجاء بدين التوحيد. نعم، الله عز وجل واحد والدين واحد والقبلة يتجه إليها المسلمون واحدة. أما الاختلاف بالفروع هذا شيء لابد منه، يعني احنا ما نقدر نجي إلى المجتمع كله انقهر على أن يؤمن بفكرة موحدة، مستحيل. الآن الظاهرة الواحدة في مختلف العلوم، يختلف العلماء في تعليلها وتفسيرها، لكن هذا ما يدعو إلى التهاتر أبدا. فإذا شفت فد واحد يريد أن يحول هذا اللون من الاختلاف العلمي إلى لون من التهاتر، هذا إما جاهل وإما مشبوه عليه علامة استفهام في واقع الأمر. إذا
النبي أول شيء بدأ به أراد التوحيد، أراد غرس العقيدة. ولذلك تلقى هالفترة اللي قضاها النبي في مكة كلها كانت منصبة على من؟ منصبة على أن ينظف المشاعر من الشرك، وينظف الكعبة من الأصنام، وينظف المجتمع من المفارقات التي تؤدي إلى التمزق. كلها قضية عقائدية، يعني بناء الفرد عقيديا. ما قام النبي بأي عمل إلى علاقة بالدولة ضمن وجوده في مكة. الفترة إذن كانت فترة بناء الفرد عقائدية. طيب، هذه الفترة امتدت بالنبي صلى الله عليه وآله فترة طويلة من بعد البعث، 13 سنة امتدت به، من بعث إلى أن طلع إلى أن هاجر 13، وضاق به محيطه. يعني هالفترة الطويلة ما قدر يحصل على عدد كافي، لأن مجتمع مكة كان مجتمع غاية بالصلابة. وانت ملاحظ أن غالبا المصلحين إذا ما شافوا تربة صالحة يضطرون ينتقلون إلى مكان آخر، وهذا ما صنعه النبي. يعني انت الآن لما تجيب لك نبتة تحاول تغرسها في بعض الأرض، تلاحظ أي النبتة إذا صادفت أرض هي صماء، صخرة صماء لا تنبت بها، لابد أن تنقل النبتة إلى مكان آخر صالح للزراعة. النبي صلى الله عليه وآله شاف بقاء في مكة ما راح يخلي الإسلام ينمو، لأن هذول عندهم عصبية وعندهم مصالح شديدة. هو الثغرة فتحها، مو ما فتحها، فتحها. وآمن الرواد الأوائل، آمنوا بالإسلام وكانوا عنوان الصلابة، لكن معدودين دول الرواد الأوائل، وتعرضوا إلى لون من الملاحقة والعذاب لا حدود لها. ياسر وسمية ربطوهم إلى الخيل حتى مزقتهم. بلال الحبشي رضوان الله عليه ضربوه بالسياط حتى رفعت السياط لحم جسده. بعضهم أوقدوا النار تحت ظهره حتى مات. ما تركوا وسيلة من وسائل التعذيب. الإسلام تقريباً خرق جدارهم، لكن ظل محدود ضمن نطاق محدود. عند ذلك أرادت السماء أن تنقل الدعوة الإسلامية إلى مرحلة ثانية، فنزل عليه قوله تبارك وتعالى داعيا النبي إلى الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمرته بأن يهاجر. فهل عاد ليلا لما جن عليه الليل استدعى علي بن أبي طالب، قال تعال إن الله عز وجل أمرني أن أخرج، أمرني أن أطلع من مكة، وأوعز إلى واحدة من نساء المسلمين وهي أسماء بنت أبي بكر، صنعت لهم طعام. في نفس الوقت قال لعلي إن الله أمرني أن أضجعك مكاني، قال يا رسول الله إذا نمت مكانك تسلم؟ قال بلى. قال نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقا. فنام في مكان النبي يقيه بنفسه. الظاهرة اللي سجلها الكعبي في إحدى روائعه قال ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التوصيف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لشمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت مدافعا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. فعلا اضطجع الإمام علي في مكان النبي ودخل عليه القوم قبيل الفجر، كانوا من أول الليل يردون يطبون، بس يمنعهم أبو لهب، يقولون جائز أكو عائلة راح تروع أو تذعر، انتظروا إلى أن ينبلج عمود الفجر وهجموا عليه. وفعلا هجموا، شافوا الإمام علي مسجى ببرد النبي، انتبه في وجوههم أخذ سيفه. قالوا أين ابن عمك؟ قال وهل تركتموني عليه حارشة؟ ما كلفتوني بحراستان؟ هو خرج، لأن النبي خرج من بين أظهرهم أخذ كفا من الحصباء رماه في وجوههم، قال شاهت الوجوه، وقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج.
طلع ومعه أبو بكر وانتهوا إلى الطريق، خرجا معا والإمام أمير المؤمنين يقول لهم أنتم ما تركتموني عليه حارشا. قالوا أين هو دلنا عليه؟ بادر إليه عبد إلى أبي جهل، عبد من عبيد أبي جهل بيده سيفه، قال دلنا عليه. تناوله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بضربة أرداه قتيل، فتراجع القوم عنه. لما تراجعوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يشق طريقه إلى المدينة، وبلغ الخبر أبا جهل فوضع جعلا 200 ناقة لمن يأتي برسول الله حيا، قالوا اللي يجيب لي عدل إلى 200 ناقة. وتبعوا جماعة من جملتهم سراقة ابن مالك المدلجي، وبعدين ما استطاعوا الوصول إلى، استمر النبي إجا رأسا إلى الغار، ظل بالغار 3 أيام ثم خرج من الغار وواصل مسيرته إلى أن انتهى إلى المدينة. إذا هذا الدور يبتدئ ينتهي متى؟ ينتهي بهجرة النبي صلى الله عليه وآله، الهجرة التي هاجر بها النبي من مكة إلى المدينة، رأسا بمجرد أن أطل على المدينة خرج إليه وجوه الأنصار، كبار الأنصار كلهم، كل واحد يريد أن ينزله في بيته، يقولهم لا دعوا الناقة إنها مأمورة، أقبلت إلى أن ضربت بجرانها بباب بيت أبي أيوب رضوان الله عليه. وفعلا نزل النبي عنده ومكث مدة إلى أن جاء علي بن أبي طالب ومعه الفواطم، فدخلوا معا إلى المدينة. إلى هنا ينتهي هذا الدور الثاني اللي نقدر نعتبره دور بناء العقيدة في نفس الفرد. عندما يبتدئ الدور الثالث الواقع تبتدئ عاد بناء المدينة، أو بتعبير آخر بناء الدولة. هذا الدور هالعشر سنين اللي قضاها النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة بنى بها الدولة، أسس الدولة وضعها، لأن القرآن تكامل نزوله، القرآن نزل على مدى 23 سنة، 13 سنة منها في مكة وعشر سنين بالمدينة. هاي تلقى الآيات المدنية كلها تعنى بتنظيم المجتمع، آيات ذات علاقة ببناء الدولة، آيات ذات علاقة بشخص رئيس الدولة، آيات ذات علاقة بالتعامل للدولة الإسلامية مع الدول المجاورة ثم مع العالم، يعني ما نسميه الفقه الدولي. الفقه الدولي نزل كله في هذه الفترة، بمجرد أن حل النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ابتدأ نوع الممارسات يتغير. أول شيء آخى بين المسلمين، آخاهم حتى يجعل منهم كتلة واحدة في مواجهة الضغوط التي ستواجهه. وشلون قام بعملية غاية بالجرأة، يعني يجيب رئيس من رؤساء العرب الضخمين يحطه وين؟ صف بلال الحبشي. انت شايف ذولا اللي كانوا بعقلية غريبة، ذولا كان الواحد من عندهم مثلا واحد يقولوا له انت ليش ما تتخذ لك ندمان؟ عادة الناس ينادمون في حياتهم، عندهم أصدقاء يعيشون وياهم، يقولهم أنا ما عندي واحد يصلح لمنادمتي، لا ينادمني إلا الفرقدان الشمس والقمر، وإلا باقي الناس ما يصلحون لمنادمتي. هذا تصور شقد تقدر أن تقنعه، أو شكثر تقدر تحمله على أن يكون متواضع مع سائر الناس. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب جليبيب، واحد عادي فقير من أفقر الناس، يأمر أشرف بيوت الأنصار أن يزوجوه. يجيب أبو هند الحجام يأمر بني بياضة أن يزوجوه. النبي يعتق نعم واحد من مواليه، زوجة بنت عبد المطلب. بدأ يهدم تلك الأسس التي قام عليها المجتمع في تمايزه وتمزقه، إلى أن شبكه في وحدة عجيبة، شبك في وحدة غاية في الانسجام. وش تتصور يعني أكو مدرسة قدرت تحقق ما حققته مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله؟ أرجوك يجي هذا الرجل المهاجري يطلع من مكة عريان، ماخذين ملابسه، ماخذين أمواله، ماخذين داره، طالع خالي عريان،
يجي إلى المدينة يستقبل الأنصاري، يقول له هاي الدار عندي كبيرة، نصف إلي ونصف إلك، بها أربع غرف، غرفتين إلي وغرفتين إلك، ملابسي نصف إلي ونصف إلك، طعامي نصف إلي ونصف إلك، عندي نساء اثنين، أزوج وأطلق واحدة حتى تتزوجها. في أي مدرسة حدث هذا اللون من الترحم، هذا العطاء، هذا اللون من الانسجام؟ أي مدرسة استطاعت أن تحققه؟ هذه من ناحية تماسك المجتمع الذي واجه به إمبراطورية كسرى وإمبراطورية هرقل، واجههم بهذه الحفنة المتماسكة ممن يسموهم بودات أعراض. نعم، هؤلاء وقفوا بوجه تلك التيارات واستطاعوا التغلب عليها وهم كتلة واحدة، وهم مجموعة كالبنيان المرصوص كما يعبر عنه القرآن الكريم. طيب بعد ذلك، يعني من بعد هذا ماذا بدأ؟ بدأ صلى الله عليه وآله يكلف الجيوش الإسلامية أو هذا الجيش الإسلامي النموذجي البسيط للزحف في سبيل الله وقهر الحصون وقهر الموانع حتى تنتشر كلمة لا إله إلا الله. اجت 82 غزوة أو 83 غزوة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يضع فيها أسس الحرب، أسس القتال، أسس الدعوة في سبيل الله. وشلون دعوة؟ بالرغم من التهريج، دعوة كانت تحمل الرحمة. جيش المسلمين، نعم، أينما ذهب كان يحمل العطاء والنعمة والرحمة. مو يقول لي بري لولا ظهور العرب وحملهم للإسلام لتأخرت نهضة أوروبا عدة قرون، لكن هؤلاء حملوا لنا النور وحملوا لنا العطاء. ومو سهل على واحد كبير من مفكري أوروبا يعترف بأن عقيدة المسلمين أو رسالة النبي استطاعت أن تعبد الطريق وأن تدفع نهضة أوروبا إلى الأمام. هذا اللون بدأ النبي صلى الله عليه وآله يخطط إليه، ما كان إلا رحمة، يعني جيش يقاتل بالرحمة قبل أن يقاتل بالسيف. النبي ما قاتل واحد قبل أن يعرض للإسلام، صير مسلم على الرحب والسعة، أنت واحد منا، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أرأف بالناس من نفوسهم، إذا أبى يقول له أنت ما تعتنق الإسلام، عندك دين يعني مثلا مسيحي أو يهودي، أنا أبقيك على دينك ما عندي مانع، بس بشرط تكون مواطن صالح، تدفع الجزية شيء رمزي أرجوك، يعني هي مسألة طمع. 10 دراهم هي تألف مصدر للدولة، كان يأخذ 10 دراهم أو 40 درهم على أكثر الآراء، 40 درهم هذه تألف فرد شيء عقبة؟ أبدا، كان رسول الله يريد منها مجرد رمز لخضوع الفرد إلى الدولة، مجرد رمز بأنه راح يكون مواطن صالح ويبقي على عقيدته ويطي كل المزايا اللي يطيها للفرد المسلم. أما المشرك اللي ما عنده عقيدة لا قاتله، إما أن تسلم أو تقاتل. ليش؟ لأن المشرك عنده فراغ، واللي عنده فراغ ما عنده عقيدة خطر على المجتمع، خطر لابد من دفعه عن المجتمع. أنا ما عندي مصلحة وياه، أنا مو ما عندي حب، مو متعطش لشفك الدم. الإسلام يحمل مبدأ من هالجانب غاية بالضخامة، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نبه، والنفس أعم من أن تكون مسلمة أو غير مسلمة. فقطرة من الدماء إذا سقطت يطيها الإسلام أهمية، إذا ما عنده حب لشفك الدم، ما عنده ولع، بالرغم من تهريج علماء أوروبا بأن الإسلام قام على الحرب، بأن الإسلام هجمة بدوية قامت على الدماء. أبدا، الدماء النبي كان يبغض إراقة الدماء، لكن يضطر إليها مثل ما يضطر الإنسان للعملية الجراحية. الآن العملية الجراحية الإنسان ما يشتهيها، لكن إذا أصبحت حياته موقوفة عليها لابد من إجرائها. فإذا واحد خالي مشرك، هذا إذا مشرك يكون خطر، ما عنده إيمان، وإذا ما عنده إيمان ما عنده رحمة. وإحنا شفنا في تاريخنا أكو ناس ظاهرا يسمي نفسه حامل عقيدة،
لكنه بالواقع ما عنده شيء من الرحمة، ما عنده مانع يعني يموت لشعب كله حتى يحافظ على أسواق التجارية، كل شعب بكامله يذبحه ما عنده مانع. بينما الإسلام ما عرفنا منه إلا الرحمة في زحفه، ما عرفنا منه إلا العطاء وإلا الإنسانية بأجمل صورها. فهذا الدور دور بناء الدولة، لذلك تلقى هالعشر سنين اللي قضاها النبي بالمدينة أكو بيها معاهدات تحدد علاقة الدولة بالدولة الإسلامية، أكو بيها نصوص نعم تحدد إن كيف يتعايش الجار مع جاره والدولة مع الدولة والمجتمع مع المجتمع. وقضى النبي هذه الفترة هالعشر سنوات رب المجتمع تربية عالية، يعني رب أناس ينحني لهم التأريخ وإعجابه، تهتز لهم الدنيا إذا مرت بهم، إلى أن أراد الله عز وجل أن يستأثر بنبيه. عند ذلك بدأت الآيات وبدأت الإنذارات التنبيهات للنبي بأن يكون مستعدا للقاء الله. آخر آية نزلت عليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شعرها كان جبرائيل ينزل عليه بالقرآن في كل سنة مرة يقابل النبي بالقرآن، والنبي يطلع على القرآن، يطلع على آياته، ويطلع على تنظيمه حتى لا يتشرب إلى الشك أو الخلل، حتى يبقى القرآن محفوظ عن التغيير والتحريف. ذيك السنة نزل عليه مرتين، بدل المرة النبي عاد أشعر أصحابه، قالهم إن جبرائيل يهبط علي بالقرآن في كل سنة مرة واحدة، يهبط علي يعرض علي القرآن. هالسنة عرضه علي مرتين، وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي. أصبح شاكيا، كان يوم سبت، أصبح النبي صلى الله عليه وآله شاكيا من علته. طلع وين؟ أخذ تقول إحدى نسائه طلع متوكئ على الفضل ابن الربيع، الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، واليد الأخرى على شخص نسيت اسمه، وضع يده على علي بن أبي طالب ويد على الفاضل، وخرج إلى أهل البقيع. قال: السلام عليكم يا أهل البقيع، ليهنكم ما أصبحتم فيه، أقبلت مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لأهل البقيع ورجع، رجع صعد على المنبر، التفت إلى المسلمين، قال: أي نبي كنت لكم؟ أنا في هالفترة اللي عايشتكم بها شنو انطباعكم عني؟ ألم أكابد الشدة ومع الجهال من قومي؟ ألم أقاتل دونكم؟ ألم قام يذكرهم بآلاء الله عز وجل عليهم، قلهم: إن الله أقسم أن لا يفوته ظلم ظالم، ومن كانت له قبل محمد ظلام فليأتي إلي وليقتص مني، فإن القصاص بالدنيا أحب إلي من القصاص يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قام لواحد اسمه سوادة، قال له: يا رسول الله روحي فداك، انت راجع من الطائف وحملت الصوت تريد ضرب الراحلة، وقع الصوت علي ألمني. قال له: أتريد أن تقتص؟ صاح بلال، قال: بلى. قال: اذهب إلى بيت فاطمة وأتني بقطعة الخيزران التي كنت أحملها. أقبل بلال إلى دار الزهراء، قال: علي بهذه القطعة التي كان يحملها رسول الله. قالت: وماذا يريد بها أبي؟ شل بها بهذه بها اليوم. قال: ما علمت أنه يودع أهل الدين وأهل الدنيا؟ لما سمعت ذلك صاحت: وكربا لكربك يا أبتا. أخذ القطعة وأقبل، دخل على النبي، أعطاه إياها.
النبي تجرد، رفع ثوبه من لموضع القصاص، قال هلم يا قارب. قال تأذن لي يا رسول الله أن أقبل مكان الضربة؟ قال بلى. وضع فمه قبل النبي، قال أعوذ بموضع القصاص من قلب رسول الله. ثم نزل النبي من على المنبر، أقبل إلى الدار. تقول بعض نسائه استدعى فاطمة، أدناها إليه، ضمها إلى صدره، حادثها قليلا، رفعت رأسها وعيناها غارقة بالدموع. ثم حادثها رفعت رأسها وهي ضاحكة، تقول سألتها، قلت في المرة الأولى رأيتك تبكين؟ قالت إن أبي نعى إلي نفسه فبكيت لفراقه. وأما الثانية إنه أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به. لذلك تبسمت ضحكت، لأني سألحق بأبي ما يطول إقامتي بالحياة. وفعلا هكذا كانت تخاطبه عندما تجلس على قبره، تقول أبا نفسي على حشرات يا محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحشرات، لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. باليوم الثالث يقول المؤرخون دخل عليه علي بن أبي طالب ومعه حسن وحسين، فلما رآهما رسول الله قال يا علي أدني لي ولدي. يقول أدنيتهما إليه، ضمهما إلى صدره وعيناه يطفحان بالدم. يقول الإمام أردت أن أرفعهما عنه لئلا يكرما لئلا يغما. قال لا لا يا علي، دعهما معي يتزود منهما ويتزودان مني. هذا يوم كان فيه الإمام الحسين على صدر رسول الله، ويوم جدا شمر على صدر رسول الله، ومر يحل الناحر غير مراقب. اشتدت الحال على النبي، جبرائيل كان إلى جانبه، كان بين الآونة والأخرى يكشف الغطاء عن وجهه، يقول رفقا بي ملائكة ربي. ثم يقول لجبرائيل، حبيبي جبرائيل، عند الشدائد لا تخذني. إلى أن اشتدت عليه الحالة، أدار وجهه إلى فاطمة وإلى أهل بيته، قال أستودعكم الله، الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة. ثم أطلق النبي جفنه وفاضت روحه الطاهرة. أقبلت فاطمة تنادي وابا من ربه ما أدنى، وأباه جبرائيل ينعى، وأباه جنة الفردوس مأوى، ووقعت على صدر النبي. أقبل إليها علي، أقامها عن صدر رسول الله. يا أمير المؤمنين، ليتك أقمت ابنتك زينب عن صدر الحسين لما وقعت عليه. يا برضاك يا رغم عليك، يجرني العدو من بين
أو خاين من يحمي. إخواني في الليلة الكريمة ونحن في الرحاب الطاهرة ذكرى الرسول، دعونا نتوجه إلى الله بهمومنا وتطلعاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم بما لنبيك عندك من حرمة ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اقض حوائجنا ومن على مرضانا بالعافية، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.